السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. اليوم أخوتي غادي نشارك معكم وغادي نبارطاجي معكم بعض المشاكل ديال الفيضان أودية سبو بعض المشاكل لبعض الساكنة. غادي نشارك معكم ونبارطاجي معكم فتاة هاجم عليها الواد ومن بعد سبب لها بزاف ديال المشاكل، وفي نفس الوقت بعد الواد في واحد المنطقة خاصة في المغرب هاجم عليهم الواد، وبعد شخص ربما راكب في السيارة ولا كاميو ولا شاحنة من بعد هاجم عليه الواد وداه الواد. هادشي كامل غادي نشاركو معكم. اللي عليكم هو تبعوا هاد الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي وساعدونا باش نوصلوا القناة 300K، الزياد 214K اللي وصلنا فلاشين ديالي. نتمنى ان شاء الله بحول الله كلشي يدير ابوني كلشي يبارطاجي باش نوصلوا 300K، باش نشتغلوا على 400K 500K 600K الى مليون مشترك ان شاء الله بحول الله. شكرا كاع الناس اللي كيتبعونا، شكرا كاع الناس اللي شجعونا خاص في المحتوى ديال الفيضان على المشاهدات النجاح من جديد. الحمد لله والشكر لله، هادشي كامل الخدمه خدمنا وعرفنا كيفاش ننجحوا والحمد لله والشكر لله، وبغينا مزيد ديال النجاح ان شاء الله بحول الله. وغادي نهضر لكم على هذه الفتاه، هذه فتاه مغربيه ما عرفتش اش غادي نقول لكم، ربما كتقرا في المدرسه. الفتاه انا رايي على حسب عمرها تقريبا 16 سنه 17 سنه، وهي عندها صحاباتها من بعد صحاباتها قطعوا الواد وهي حصلت في الواد، ومن بعد صحاباتها كيقولوا لي زيدي زيدي هي هزه الميداله ديالها على حسب تحمي راسها من الشتا، ومن بعد كتزيد لقدام شويه شويه، ومن بعد زلقات وداها الواد وسبب لها بعض المشاكل. واش في الحياه ولا غادرت من الحياه؟ انا رايي بانه راه عتقوها، هادشي اللي كاين هادشي كيبان ليها، وغادي تشوفوا اللقطه في هنا، غادي تشوفوا اللقطه كيفاش زلقات وكيفاش داها الواد. هاد الفيضان ربما خنيفره في المغرب، ايوا حذاري ثم حذاري، انسان دائما يرد البال حيت الفيضان صعيب، امطار غزيره ملي كتكون هاد العاصفه رعديه، والحمد لله والشكر لله على النعمه ديال الله سبحانه وتعالى، حيت هادشي كامل ديال الفيضان امطار غزيره ديال الله سبحانه وتعالى. اكتشفنا اليوم بانه خاص في الصحراء المغربيه اكتشفنا تبلوري، سبحان الله اكتشفنا بعض الصور خاص ربما قريب المدينة الداخلة والذهب، هاد المناطق فيه تبروري بواحد الطريقة بحال الثلج. إذا هاد الصور كاينين في بعض المواقع الاجتماعية، على حسب سبحان الله أول مرة في حياتي أنا كنكتشف تبروري بهاد الطريقة خاص في الصحراء المغربية، سبحان الله. المهم نتمنى إن شاء الله يكون خير. أمطار غزيرة اكتشفنا بعد الأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية، العيون، الواطية، طرفايا، طنطان، هاد المناطق كلهم قلمين، هاد البلاصة فيه الشتا، ولكن الشتا اللي قالوا لنا بأنه غادي تكون 40 مليمتر مشفناهاش، قليلة. حاليا كتوجد في مدينة أكادير، حنا ما عندناش الشتا مع الأسف، ربما تيزنيت فيها الشتا، ربما تفراو حتى هي فيها الشتا، ولكن هاد الشتا اللي كاينة ماشي الشتا اللي مجهدة، الشتا اللي غادي تنبد بزاف ديال الحوايج. اذا عاصفه رعديه على حسب درجه الحراره المرتفعه، ملي كترتفع درجه الحراره المرتفعه بواحد النيفو كثير من بعد كتكون العاصفه رعديه، وهذا الشيء هو اللي كاين على حسب امطار غزيره. رجع اخوتي هذه الفتاه اللي هاجم عليها الواد، مع الاسف لو كان خدمت عقلها غادي تقول هنا صعيب خصني ننتظر ولا نمشي شي بلاصه اخرى نقطع فيه. حذاري ثم حذاري، لو كان هاد الفتاة اللي زرقات وداها الواد لو كان خدمت عقلها راه ما غاديش يوقع لها هاد المشكل نهائيا. وصحاباتها كيقولوا زيدي 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 تركسو الطوال باسيف، صافي يا قالت بسم الله، ومن بعد زرقات اخوتي وغادرت الى الواد وسبب لها بعض المشاكل خطيره خاص في الواد، الله يحفظ السلامه.
وثاني حاجه الفيديو ثاني غادي تشوفوه هنا على حسب هذا شخص غادي نقول لكم شخص ربما ما عرفتش واش الشاحنه ولا السياره هاجم عليه الواد وبعد الناس هاجموا على جنب الواد ومن هنا وكيشوفوا فيه صافي هادشي اللي كاين حد قادر يعتقو دا هو ربما لو كان هذا الشخص كيعوم عنده كيعوم مزيان يقدر غادي يعتق راسو ما عرفناش واش دا الواد انا رايي واد صعيب واد ماشي ساهل واد غادي بواحد الطريقه قويه اذا يقدر يكون غرق وقدر انتهت الحياه ديالو بالنسبه هذا الفيديو اللي شفتوه هنا الله يحضر السلامة حذاري ثم حذاري دائما كنشوفوا السيول دائما كنشوفوا الفيضان كيسبب بعض المشاكل خاص في المغرب عامة الدول ديال العرب كنشوفوا بعض الناس السيارات ديالهم وسط الواد كنشوفوا بعض الناس هاجم عليهم الواد كنشوفوا بعض الناس ما عرفتش واش عندهم العقل ولا ما عندهمش العقل شخص ولا بحال هذه الفتاة اللي شفتو خاص في البداية ديال الفيديو شفنا الفتاة ما عرفتش كيقول لها عقلها غادي بشوية بشوية ومن بعد زلقات وتا الواد قال لها الواد مرحبا ما كاين ما يدار اللهم انتيك انا ما عرفت هاد الناس مالهم واش شي بنات كيقول لها انا تقصد تو انا عزيز وانا ما تقصد باسي يا تلي موت الا هما بعد شافوا شي دراري تما دار الواد بدا كيجرو باش يعتقوها ربما عتقوها وانا رايي هاد الفتاة ديال هاد البنت اللي هاجم عليها الواد ماشي واد صعيب ماشي واد قوي واد غادي خاص في المكان ديالو ربما الشوارع ربما هاد البلاصه خنيفره ما نقدرش نقولوا 100% خنيفره ولكن في المغرب اذا مع الاسف اخوتي حذاري ثم حذاري من الفيضان حذاري من الامطار غزيره عاصفه رعديه ودائما ردوا بالكم باش تحميو راسكم حيت الا ما رديتي البال وما حميتي راسك غادي تطيح في هذا المشكل خطير بزاف ديال الوداد يا ربي السلامه ونتمنى ان شاء الله كاع المغاربه هذه نصيحه دائما ردوا بالكم وخدم عقلكم راه الا كنت كتخدم عقلك وكتشوف راه ما تخاف والو غنكون عيق راه هنا فاش عندكم مشكل شفتي الواد بعد منه علاش خصك تحمي راسك علاش بعض الناس كتلقاهم كيطيحوا في هذا المشكل اللي ما عندهمش عقل ولا كيطيحوا في هذا المشكل فقط شي واحد عنده العقل تلقاه يصور حدا الواد ويزيد بحالو ما يوقع ليش هذا المشكل ابدا اذا يقدر دابا بعض الناس كيغامروا بعض الناس تكون عنده السياره كيقول لك سيدي ونقطع الواد وانا نطادر هنا تيدوز الواد ساعتين ولا ثلاث سوايع باش نقطع نغامر كيزيد بالسياره ديالو من بعد كيديه الواد وكيسبب ليه المشكل والله ربما كيخلي السياره ديالو تما كيزعم المهم راكم عارفين البلان بدون مشاكل الواد هو راه ما كيقولكش اجي الواد الواد ما قالكش اجي ولكن تجي نتا تشوف الواد غادي وتقطع لا عدد ديال الناس اللي كيعانيو من بعض المشاكل ديال الواد اللي انتهت الحياه ديالهم بسبب الفيضان السيول والويدان شنو الطريقه ديالهم زربانين انسان زربه كتلقاه زربه كتلقى هكا باغي نوصل بالزربه بسرعه هاد السرعه وهاد الزربه اللي كيديروا وهي كتسبب لهم النهايه ديال الحياه ديالهم كتسبب لهم في الفيضان تسبب لهم في الاوديه كديهم الواد وكتسبب لهم بعض المشاكل وهادشي اللي كاين اذا اشنو غادي نديروا العقل السليم في الجسم السليم دائما ردوا بالكم شفتي الواد بعد منه شفتي شنو واقع اذا ما كتشوفوش الفيديوهات ما كتفرجوش شنو كيوقع اذا اشنا هو الحل هو تحميو راسكم ان شاء الله بحول الله هذا هو الواقع اخوتي باش نكونوا واقعيين ايوا شكرا لكم على المشاهده ديالكم على اللايكات ديالكم ونتمنى الدعم ديالكم راكم عارفين كندير واحد المجهود وان شاء الله كننتظر حاليا كنت غادي نغادر باش نصور لكم ولكن شتا ما كايناش هادشي اللي كاين قررت باش نشارك معكم هاد الفيديوهات حيت هادشي ماشي اليوم اللي وقع شحال هادي ربما يومين ولا كاع السيمانه وقع هاد المشكل خاص ديال هاد الفتاة وانا رايي الفتاة ربما سليمه من هاد الواد عتقوها والشخص اللي شفتو هاجم عليه الواد ربما انتهت الحياة ديالو هذه الحياة هذه الدنيا دائما العقل السليم في الجسم السليم ديما ردوا بالكم حذاري ثم حذاري من العاصفة راضي العاصفة رعدية والأودية حيت قوية بزاف حتى غنصوري ماك الشحيد حذاري ثم حذاري إيمازيغن حيت إيمازيغن تناتي أشر شنو تقصد إيمازيغن تناتي السينما تسكر
أكان زرينا سيفنا أو سيفينا رول أكون كل لحظة ضرب بمازيل أنا مرد ونغ على حسب تيزني ترابا ما يكاد سوم صاريميك وا تفروت حتى انت تيكاد سيميك وا رانزر صباح إن شاء الله باش نزر ما نغلاني سافن باش أبدي دون بارتاجي إسافن وقا عبد الفيضان أكون كل لحظة ضرب بي هذا غورتي ونتسكر مع أبوني تسكر مع لايك يكون دائما نتعدل الخاطر نون دائما تاع مازيغ دائما نسول تشريحيت نتحول أنا عبد الخاطر كل شيء نسول تشريحيت نسول إيميك الحسانية نسول التاريج إيميك 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 باش كل شيء أي لي الخاطر نسمى بعد اثنين كراود غير ورتني عجيب هذا كورت سولت تشريحيت ما فاي هذاك راه فاست ولا ذاك اللي بلاش غير لو ونس لا تعرف نسكر وكا الخير دائما ان شاء الله تي ردي دون نشكر الحاجه الجديد زعما اسيف انت نسيف تغمرات شاتي نصورت حتى انت انا تي لما سلمت هذا وكا دائما نكون انا نحاول نسكر الجديد دائما الجديد تستمر واخا نتعود بعد الفيديوهات اللي 2020 ولا 2021 عادي ونقيس تكرر المشكل وكا الخيرات كله وانا عجب الخيرات اتي مزيان وانا وري عجب ورنتيني كوني مدنا قيس تفرج بالزيز ولا ربما حيت نتفي بعد مدنا تكتينينا غايدو بدا غي عجيب الفيضانة دي قدام وغايد كل الخيرات مرد وانا غي يوقوك في اللون دائما يعجب كل الخيرات تصمم تماس وركوني عجيب بلاش السلام عليكم اكلي دائما كي يعني انسان دائما اتجاوب اسئله النون باش دائما كلشي يفهم كلشي كي ولا اللي يعجب غير اللي سكر غاتي مزيان وانا وري يعجب التعاون ربي اكي يقول يتفرج عادي بلا تعليقات سلبيه بلا البعيور بلا والو ايوا هادشي اللي كاين اخوتي في هاد الفيديو شكرا لكم كاملين نعاود لكم بالدارجه حيت دابا بعض الناس شنو قال؟ شنو كيقول؟ اه كيهضر بالشلحة الشلحة كيهضر بالشلحة ما فهمت والو فهمتي انت؟ لا ما فهمت والو دابا تصمت دابا غادي يهضر بالدارجة كيما قلنا على حسب بعض الناس اللي كيقولوا هاد الفيديوهات قدام هادشي كيبقى القرار ديالك عجبك داكشي اللي كدير تصمت ليه ما عجبك ما كاين حتى شي مشكل حنا كنخدمو بعض الناس كيقول لك هكا الفيضان ديال 2020 بغينا شي حاجه جديد والفيضان ديال الجديده قليل ما كاينش اللهم نعاودو بهذا الفيضان القديم بواحد الطريقه رائعه جدا ولقاو واحد التفاعل كبير واللي تفرج فيه راه مزيان اللي ما تفرج فيه وما عجبوش هادشي اللي كنديرو بلاش ما كاين حتى شي مشكل داك القرار كيبقى ليا انا هو اللي كنعرف اش غادي نحط واش نحط الفيديو ديال 2020 ولا ديال 2018 ولا ديال الثمانينات حتى الا كان علاش نحطوه ما كاين حتى شي مشكل داك القرار كيبقى ديالي ولا حد عنده يقول لي لا دير هادي ولا ما ديرش هادي اللي عجبو هادشي اللي كنديرو مرحبا اللي ما عجبوش هادشي اللي كنديرو ما عجبكمش باي حنا عمرنا باش نكون واقعي بلا المعيور بلا التعليقات السلبيه كنلقاو بعض الناس كيدخل الواد قال لك حكا انت قولبتيني قولبتيني صاحبي قلتي لي قافل قليل وانا صحاب الوجه دابا قولبتيني الله ياخذ فيك الحق علاش اخويا تقول لي الله ياخذ فيك الحق اش بيني وبينك اخويا تقول لي الله ياخذ فيك الحق القناه ديالي الفيديوهات ديالي القناه ديالي نحط فيها اللي بغيت نهضر على الصحه المغربيه نحط الفيضه نحط اللي بغيت اش بيني وبينك اخويا ياك انت اللي جديد دخلتي للقناه ديالي وتفرجتي فيا وبديت تسب فيا وتعير فيا ما جاتش انا كندير حسن وانت كتدي تنو وداك الشيء بعيد عليك باش نكونوا واقعيين بعض الناس اللي كيديروا التعليقات السلبيه هذاك الشيء بعيد عليكم تماما داك الشيء ما عندكمش الحق باش تقولوا لي حط هذه ولا ما تحط هذه انا اللي كنقرر انا اللي كنحط انا هو من لاشين انا هو من القناه ولا حد عنده الحق يقول لي دير هذه ولا حنا ما كنحصروا حتى واحد باش يتفرج فينا باش نكونوا واقعيين ما نخبوش بالشمس بالغربه حيت هذا الشيء عمركم تفهموني باش نكونوا واضحين بعد شري نقول لكم ما كنبغي كاع نهضر في هذا الشيء الربعه الشلابيه وما ما عندهم يد هذه هي الطريقه كيدخل واحد 5 دراهم ديال الروشارج اشو كيدير بدا يسب في زيادو كنتي ناجح يسب فيك تماما بدا يعير فيك وهذه الطريقه كنقول لكم بانه في نفس الوقت باش غادي تعيرني وتسبني اللهم ما يدير لك شي حاجه الا كنت انا ناجح وصلت داكشي اللي بغيت وحققت بزاف ديال الحوايج وانت ما عندكش هادوك الحوايج ما عندك ما دير اش درت لك انا باش تعير وتسبني
دابا كاين شي مشكل اخوتي، الا حطينا الفيضان، الا حطيت لكم اوديه ما كاين حتى شي مشكل. علاش هاد الاوديه اللي كتقولوا بعض الناس اللي كيسبون كيعيبون، علاش هاد الاوديه كنوصلوا فيهم 1000 لايك 2000 لايك 10000 لايك 20000 لايك؟ لو كان هاد الاوديه ما فيهمش ما عجبوا الناس ما غاديش يوصلوا 20000 لايك. تبارك الله. اذا الرساله واضحه لبعض الناس اللي كيديروا لي التعليق.